هل البوتوكس له دور ان هو يعالج التجاعيد، ولا الفيلر هو اللي بيعالج التجاعيد والبوتوكس بيعالج حاجه تانية؟ تيجي نفرق ما بينهم؟ اه خلاص، احنا اتفقنا اول حاجه الخيوط بتشد. بس قبل ما تحكي لي ده برضو عليه 50%؟ اه فعلا عليه 50%. اول حاجه عايزين نفرق ما بينهم، الخيوط اتفقنا انها بتشد منطقه وقعت او بتحدد حاجه عايزين نحددها. تمام، انت عايزه تقولي لي ان انا ممكن بعد ما اشد احط فيلر؟ ايوه تمام، عشان اعمل الفوليوم اللي انا عايزاه بالظبط. اوكي، لو الدنيا على حسب السيفيريتي بقى، ده بتحكم على حسب سن العيانه. انا الصوره اللي انا شايفاها دي، شايفه، بصي عشان تبقي فاهم، الصوره دي انا مش عامله لها فوتوشوب، مكان نفس الخياطه ودخله الخيط والكلام ده كله قدامك اهو. شايفه النقط؟ ايوه، فاحنا لسه طالعين يا دوب مخلصين الجلسه، وده الفرق في نفس الجلسه، ايميديت بيفور اند افتر. انت في الشمال النيزوليبيال محفره جامد، منطقه خطي الابتسامه بقت صعبه قوي، فاضطرينا ندخل بخيوط الفيزاج زي ما قلت لك، دي افتوس الريشيه، ودخلنا في الخدود عملنا 5 خيط على ناحيه الشمال منها و5 خيط على الناحيه اليمين عشان نشد بيه الدنيا. 5 خيوط يمين وخمس خيوط شمال، ورحتي شده. بعد ما شديتي بقى، بعد ما شديت في حته في الجنب الشمال محتاجه فيلر، عشان هي عندها عدم توازن ما بين الناحيتين. لو ركزتي في الصوره الجنب اليمين عندها محفر اكتر من الشمال، حقيقي. فاضطريت ان انا ازود نقطه فيلر على في الناحيه اليمين عشان اظبط المنظر. هنا الصوره دي هنا وضحت اكتر. دي بقى وشها رفيع زي ما اتفقنا. التهدل بتاعها الخدود وقعت خالص، فاضطريت ان انا اعمل الاول خيوط عشان اشد منطقه الفك من تحت. اوكي، واظبطها. وبعدين بعد ما خلصت انا عملت لها كونتور للخدود دبل فيلر. عملتي كونتورنج بالفيلر. يعني معنى كده ان انا مش شرط ان انا اجي اعمل خيوط بس، لا انا ممكن احتاج كمان فيلر على حسب الحاله. انا ممكن اعمل خيوط بوتوكس فيلر، عشان كده بنقول للناس يا جماعه احنا مش عايزين نكلفكم. بمجرد ما نلاقي عندنا مشكله نجري بسرعه نحلها. ليه؟ لاني بدل ما احلها بخيوط وبوتوكس وفيلر احلها ببوتوكس بس. انت فاهماني؟ طب انت ممكن تستخدمي ليه البوتوكس مع الخيوط؟ تمام، يعني الفيلر اوكي اقدر افهم ان انا بعد ما اشد ابقى عايزه اعمل الجزء الابر ثيرد من الوش، الجزء الثلث العلوي من الوش بيحتاج ان انا اعمل بوتوكس. دلوقتي اي نعم بقينا بنبدل الموضوع ده وبنعمل فيه خيوط او بنعمل بيه الجيت بلازما. ده ازاله نهائيه وتماما للتجاعيد، الجيت بلازما. اوكي، فاحنا كل حد على حسب، انا بفهم البيشنت بيجي وانا بفهمه ايه الحاجه المفيده ليك وايه الاصح ووجهه نظري ايه، وطبعا هو بيبقى عنده وجهه نظر، بنحاول نقرب وجهات النظر من بعض. الكراوس فيد، الكرمشه اللي بتبقى حوالين العين. الانف، جراحه الانف، تجميل الانف ولكن بدون جراحه، ينفع استخدم فيه خيوط امشي بالخيط من هنا عشان ارفع الانف شويه عشان اقصر طولها، ينفع استخدم الخيوط من هنا لهنا عشان اقصر شويه العرض بتاعها. ازاي يعني؟ انا هنا فاهمه انت هتحطي الخيط كده وهتشدي، فالمناخير نفسها هتطلع لفوق. ينفع امشي بالخيط من هنا لهنا واشد واقول لها ايه رايك كده كويس؟ يعني انت هتضمي الحتتين دول كده، انت عارفه تتنفسي، واتاكد انها عارفه تتنفس كويس، وبعدين اقص الخيط. يبقى جملنا الانف ولكن بدون جراحه. ايه ده؟ يعني بتدخلي خيط من هنا وتطلعيه من هنا؟ من هنا من هنا ويمشي كده. اوكي، وبشده من ناحيتين وباخد رايها، هي ماسكه المرايه. ايه رايك انت؟ اتنفسي كده ونتاكد ان في نفس شغال كويس، الدنيا عندها مرتاحه، وكمان الشكل بقى اجمل. ببدا اقص الخيط وبظبط المنظر. طب فهميني اكتر عن قصه النضاره دلوقتي، هل مثلا الخطافات اللي موجوده في الخيط دي هي دي اللي بتعمل النضاره؟ الخطافات اللي موجوده في الخيط بتبقى عباره عن ضفيره. زي ما اتفقنا، شكل المشابك او شكل الضفاير او شكل العنقود او شكل المخروط على حسب كل، هنستخدم زي ما اتفقنا كل حاله بنقرر هنستخدم معاها ايه. فمجرد ما الضفاير دي بتدخل في الانسجه بتتعشق بتعمل كده، هي بالظبط ليها عمل الفيلر. الفيلر ده ماده مليئه بتموت في الميه. الخيوط نفس الكلام، بتعشق حاجه اسمها ميه، وكمان لما بتحفز ده جسم كانه داخل يعني جسم غريب. لازم اشرب ميه. ده انت هنا كده طبعا. الله، انت شايفه بالظبط ده اللي بيحصل في الانسجه. ركزي هتلاقي السطح ابتدى يعلى،
الانخفاض اللي عندي اللي في الانسجه العجز اللي كان موجود في الالاستين والكولاجين ابتدى يتحسن. انت شايفه الشفايف؟ انا بديها نضاره كامله، لو حد الشفايف بتاعته بتبقى لونها غامق، لونها اسود، لونها بني، فينفع نعمل خيوط في الشفايف تتعشق في الانسجه من اليمين ومن الشمال، بتلاقي الشفايف شكلها هايل. يعني اللون البني ده بمطرح بقى السجاير ومطرح لان الخيوط بتدي تشايني لوك، فاهماني؟ بتنور مكانها. اوكي، خيوط النضاره بالذات. طب هي الخيوط دورها ايه تاني غير انها بتشد وغير انها بتعمل نضاره؟ هل ليها دور تاني؟ زي ما اتفقنا كونتورنج، بنحدد حاجه عايزين نحددها. اوكي، فاحنا ينفع نحدد الخدود بال بال بالخيط. بالخيط ينفع نعمل تاكسس سمايل بالخيوط، وبنزود فيلر معاها في اماكن معينه. أوكي، للناس اللي هي عايز تاكسس صريحه من ينفع نعمل بيها كده زي ما اتفقنا. احنا ينفع نستخدم، قول لنا يعني ايه تاكسس عشان الناس تبقى عارفه يعني ايه تاكسس، عشان لو كلكم عايزين تاكسس تجروا بسرعه على عروض نبض 50% 50% واعملوا تاكسس. تمام، اتعرفت انها تاكسس سمايل لان مذيعين تاكسس كل اغلبهم عاملينها، اللي هي الخط اللي بيبقى ماشي كده وبعدين تلاقي فيه زاويه كده والتشين رفيع. اوكي، فاحنا ينفع نستخدم الخيوط لشد ورفع الحواجب. الناس اللي بتقولي مش عايزه اعمل بوتوكس، احنا شايفين دلوقتي الفيديو بالزبط. ده انا هسالك حاجه بقى، انت لما بتعملي الخيوط وبترفعي الحواجب زي ما احنا شايفين في الفيديو كده، ده معناه ان هي هتجيلك كمان 3 سنين تعملها، والبوتوكس كل 6 شهور، يبقى انا احسن لي ان انا اعمل بالظبط خيوط للناس اللي هي عايزه حل نهائي، مثلا الناس المسافره. يا دكتور انا عايزه حل نهائي، عايزه اشد حواجبي وارفع حواجبي. انت طبعاً كمان بصي هنا لفي الخيط لفتين وبتشدي، ده انت بالظبط. احنا بندخل في تحت بس في الخدود بقى، بندخل تحت اخر طبقه في الانسجه عشان نعمل فوليوم. اوكي، لان انت عارفه الخدود تقيله، وهنا بتعملي هنا بنعمل جو لاين. دي زي ما قلنا عليها تكساس سمايل، احنا بنظبط الفك. اوكي تمام، بنشده كويس وبعدين بزود فيلر هنا، بنعمل نص امبول هنا او نص امبول هنا على حسب. وبتبقى العظمتين دول بيبقى بارزين، شكلهم شيك قوي. اوكي تمام، فهمت انا كده فهمت ومش خايفه ومفيش تمام. احنا نسينا نتكلم عن الهالات السوداء. انت كمان الهالات السوداء علاج بتتعالج بالخيوط عن طريق النضاره وعن طريق الشد. ايه ده، بتحطي هنا خيوط تحت العين؟ لو حد جاي بيقول يا دكتور انا مش عايز اجي مثلا اخد جلسات كاربوكسي كل اسبوع جلسه، انا عايز اعمل حاجه نهائيه ودلوقتي، بعمل ايه؟ بعمل خيوط نضاره وشد تحت العين، بتشوفي فرق العين اليمين من الشمال في الحال ان الهالات السوداء اختفت. ايه ده بجد كده؟ وقتي في الحال الخيوط نتيجتها بتبان فعلا. انت شفتي الصوره اللي كانت لسه يا دوب حقننا، النتيجه بتبان. وكمان الجميل فيها ان انا باخد رايك وانت صاحيه ومش في بنج، فهماني؟ والله يا اميره انت جميله يعني. انت اللي قمت هنجري جري كلنا. طيب بعد ما عملنا الخيوط، وخصوصا الناس اللي هي بتسافر وبتقولي ان ده افضل لهم، ان هم لما بيبقوا مسافرين بره ان هم يقعدوا عاملينها فتره 3 سنين. ايه التعليمات اللي المفروض اي واحده فينا بعد ما تعمل الخيوط دي يعني؟ ده تاني، ده الفيديو تاني ولا انت هنا بتشدي حاجه؟ احنا برضو بنشد الخدود، بنعمل كونتور عشان نرفع التشيكس شويه. التعليمات، بصي يا ستي، التعليمات اهم من كل الكلام اللي احنا قلناه. نشرب ميه، ده غير شرب الميه. ايه بقى؟ اول اسبوع بعد العمليه، دي تعتبر مش اقل من عمليه، لازم اتبع التعليمات. بمعنى ما ينفعش انام على خد من الخدود بتاعتي. ليه؟ لاني هصحى الصبح ببساطه الخيط المفروض يتعشق في الانسجه، هلاقي الخد اليمين غير الخد الشمال. فلازم تعليمات ما بعد العمليه اهم بكتير من اللي بيحصل جوه العمليه، لان اللي بيحصل في العمليه احنا بنبقى قاعدين نهزر، نهزر وناخد راي بعض ومش عارف ايه، بتروح البيت لازم تنام على ظهرها. اوكي، لازم نحط مخدة يمين وشمال عشان مش واحنا نايمين غصب عننا بننسى. دي هي هتنام على ظهرها فتره، تنام على ظهرها بتحط مخدة او مخدتين. دي حاجه، دي بقى حاجه انا معرفش اعملها. طيب دي بقى مش انت بنتكلم بصراحه من بدري، دي ضريبه الجمال. اوكي، يعني ما فيش حلاوه من غير نار زي ما بيقولوا. هفضل، انت عايزه تفهميني هفضل فتره الثلاث سنين نايمه على راسي؟ ثلاث سنين ايه بس؟ ايه قولي. هم خمس ايام، خمس ايام بس. طب خلاص دي سهله قوي، هنروح وخصم 50% وننام على ظهرنا خمس ايام واحنا اللي هنشتغل وانتوا اللي هتشتغل. طب ايه الحالات اللي ممكن تجيلك تقولي لها لا انت ما ينفعش تستعملي خيوط؟
الحالات هو مع الاسف السؤال ده ملوش اجابه لان فعلا الخيوط امنه وجميله وحلت لي كمان مشكله الناس اللي عندها سكر. انت لما حد بيجيني عنده سكر مش قادر يدخل عمليه لان ده جرح مش قادر يشد الوش عن طريق الجراحه ما عندوش حل تاني غير ان هو يستسلم. الخيوط حلت لي المشكله ديت. انا ما بعملش تدخل جراحي تمام ما باخدش بنج كلي لمرضى القلب والضغط والكلام ده كله. الخيوط امنه جدا بالعكس الخيوط حلت المشاكل اللي العمليات الجراحيه ما قدرتش تحلها. طب هسالك على حاجه هو احنا ممكن نشد البطن بعد الحمل والحاجات طبعا. دي بجد؟ نشد ترهلات البطن زي ما اتفقنا بس هيختلف شكل وتكنيك بتاع الخيط. اه ده هنا بقى تحطي ايه خيط دوباره ولا هتحطي خيط عامل الناجن ولا خطافات يعني شكلها عامل ازاي؟ لا بتبقى على حسب احنا هنشد منطقه البطن من تحت لفوق ازاي او العجز عندنا من فوق ومن تحت بيبقى ليها شكل معين وبنرسم رسمه وبنمشي عليها. وبتقدري ترجعيها زي الاول ولا بترجعي احسن حاجه ينفع؟ على حسب الحمل اللي انا هشده. اه يعني في حد يبقى شكله سليم بس قيصريه او كان جايبه توينز او الكلام ده بنقدر نساعدها كتير قوي. أوكي. لكن لو حد بطنه تقيله الحمل تقيل مش يبقى هينفع. نقدر نشوف لها حل تاني. اه يعني بس اكيد ليها حل. اوكي فاهماني بس طبعا من الاول احنا بنصارح العيان بنقول له هنقدر نساعدك قد ايه. طيب